وإن مما يثير الأسى أن نرى أقواما من أبناء الأمة قذفوا بأنفسهم في مراجل الفتن العمياء والمعامع الهوجاء في بعد واضح عن الاعتدال والوسطية، وهذا تفريط وجفاء وتنكر واضح لسبيل الحنفاء الأتقياء. وإن تنكر هذه الفئام لمبادئ دينهم ولهفهم وراء شعارات مصطنعة ونداءات خادعة وأجندات خطيرة لهو الأرضية الممهدة للعدو المتربص. وأمثال هؤلاء جرأوا الخصوم الألداء على العبث بمقدسات الأمة ومقدراتها وممارسة الإرهاب المتتابع.